الثالثة بعد الظهر بتوقيت بيروت تتابعون من الميدان من تلفزيون المستقبل وفي العناوين. بري يعلن في ختام جلسة مناقشة رسالة سليمان أن جلسة الانتخاب غدا ستكون مفتوحة حتى انتهاء ولاية الرئيس. تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية في موعده الدستوري يخالف الدستور نصا وروحا. اجتماع للمؤسسات المارونية في بكركي يرى في عدم انتخاب الرئيس تهديدا للكيان. استمرار الاشتباكات في ليبيا ومزيد من التأييد لعملية الكرامة بقيادة اللواء خليفة حفتر. وفي النشرة تتابعون في الاقتصاد، غرفة التجارة تستضيف مؤتمرا للإعلان عن معرض بروجكت ليبانون في 3 حزيران. وفي الرياضة بدء الاستعدادات الجدية لكأس العالم، هولندا تتحضر في البرتغال واليابان وكوريا في مهمة صعبة. أهلا بكم. في انتظار جلسة الانتخاب الخامسة غدا والتي بدت معلومة النتائج وسط تمسك جميع الأفرقاء بمواقفهم من الترشيحات والمشاركة، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم أن هذه الجلسة ستكون مفتوحة إلى حين انتهاء الولاية الدستورية للرئيس في 25 من هذا الشهر. إعلان بري جاء في ختام الجلسة النيابية التي خصصت اليوم لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية ميشيل سليمان إلى النواب، والذي حضهم فيها على احترام المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد. الجلسة التي غاب عنها نواب حزب الله تميزت بالإشادة التي وجهها جملاط لسليمان، واصفا إياه بالشجاع ومتخوفا مما ستحمله الأيام المقبلة. كيف كانت مواقف النواب في الجلسة؟ تنضم إلينا مباشرة من ساحة النجمة مراسلتنا شهير إدريس. شهير، رشا، هذه الجلسة وصفها بعض النواب بأنها جلسة شكلية لكنها ديمقراطية في آن معا، إذ يعني ركزت على موضوع تفسير القانون الداخلي تفسيرا قانونيا، وكان هناك إشادات بكلمة رئيس الجمهورية ورسالته ودوره أيضا على كافة المستويات. لكن كان يعني عدم حضور لافت لحزب الله والقومي والبعث، ولم تغير كثيرا هذه الجلسة في آراء ومواقف الكتل النيابية. جاءت الكلمات ركزت على 3 مواضيع، هي موضوع النصاب، موضوع الميثاقية، وكذلك النظام الداخلي لمجلس النواب. البداية كانت مع رسالة رئيس الجمهورية التي تلاها رئيس مجلس النواب نبيه بري، والتي أخذت يعني طابع الإشادة برئيس الجمهورية من قبل جميع النواب الذين تحدثوا وناقشوا النص. لكن أبرز ما جاء في النص هو انتخاب رئيس الجمهورية في موعده الدستوري يشكل قضية وطنية سامية، والخلو في هذا الموقع سيطال في مفاعله جوهر العقد الميثاقي الوطني. هذا الموضوع كان الأساسي في كلمة رئيس الجمهورية ورسالته. لكن النقاش بدأ بكلمة للنائب سمير الجسر عن كتلة المستقبل والتي غاب عنها الرئيس فؤاد السنيورة بداعي السفر. الجسر أكد على ضرورة انتخاب رئيس في المهلة الدستورية تفاديا للفراغ ولتشريع الأبواب على العديد من الاحتمالات، وكذلك قال أن يجب العمل على قوانين دستورية كي لا تفسر بشكل ملتبس، داعيا إلى أهمية معرفة من هم المرشحين للرئاسة في المرحلة المقبلة. كان هناك إشادة وتنويه بالرئيس سليمان ومتابعته بأمانة لكل الأمور، وتوجه إلى الرئيس نبيه بري بالقول: من خلال دوركم وحنكتكم نأمل اتخاذ قرار يحفظ البلاد ويبعث الأمل للمواطنين. النائب مروان حمدي دعا بدوره إلى منع الشغور في السلطة الأولى كي يبقى لبنان جمهورية ديمقراطية وبرلمانية، وعدم إفقاد النصاب في الجلسات اللاحقة. كانت كلمة للنائب أيضا قولة فتوش، ناقش خلالها مقطع لرئيس الجمهورية المتعلق بالخلو وكذلك الذي سيطال بمفعله الميثاق الوطني. قال إن الرئيس له الحق الذي أولاه إياه الدستور، إنما لا يحق له أن يتناسى ما حصل من دعم للنواب ومن جهود بذلوها في المجلس وتقديمها
تقيدهم بالدستور. في هذه الأثناء حاول الوزير عبد المطلب حناوي التعليق على هذا الموضوع، لكن الرئيس بري منعه نظرا لأنه وزير ولا يحق له الكلام، فخرج من الجلسة حتى انتهاء كلمة الوزير النائب فتوش. النائب سامي الجميل دعا بدوره إلى عدم التلكؤ في الوكالة التي أعطاها الشعب للنواب، دعا إلى جلسات صباحية ومسائية وكذلك حالة طوارئ بالنسبة لموضوع الثلثين أيضا تحدث عنها والنصاب المطلوب. النائب إلي كيروز تحدث أيضا عن ضرورة النصاب القانوني وقال أن الرأي القائل بالأغلبية المطلقة يجب أن يكون في الدورات المقبلة. النائب بطرس حرب أعلن عن حزنه لغياب عدد من النواب عن الجلسة وقال يجب أن لا تفسر غياب هؤلاء النواب عن ناقشت رسالة رئيس الجمهورية بأنه استهداف لموقع الرئاسة الأولى. نواب تكتل التغيير والإصلاح هم حكمة ديب، ألا عون، إبراهيم كنعان، شددوا جميعا على موضوع الميثاقية، تحدثوا عنه وقالوا أن التغيب عن الحضور هو عين الديمقراطية. الكلمة الأبرز كانت لرئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط الذي مازحه الرئيس نبيه بري بالقول أنه يجب أن يعني دعاه إلى أن يكون كلمته تكون على المنبر، وقال له قد يكون هناك غلطة ثانية كالتي حصلت في بريح. تحدث النائب جنبلاط عن شجاعة الرئيس سليمان وفي كل المواقف والأماكن، قال أنه كان شجاعا في الطريقة التي يخرج فيها من سدة الرئاسة، مشيرا إلى أنه مع الغير كان هناك تجارب مريرة وأحيانا كانت بالمدفعية، وقال ألا يستر من اللي جاي على الميلتين، لكنه أنهى كلامه بجملة بالإنجليزية حول الرئيس سليمان: He was a true gentleman. نواب حركة أمل التزموا بكاملهم الصمت فيما أنهى الرئيس نبيه بري الجلسة بالدعوة إلى جلسة مفتوحة ابتداء من نهار الغد من أجل انتخاب رئيس للجمهورية. وكان الرئيس نبيه بري قد التقى قبل هذه الجلسة كل من الرئيس تمام سلام، النائب وليد جنبلاط، والوزير الياس أبو صعب. يعني هذا مجمل ما جاء اليوم في هذه الجلسة التي ناقشت رسالة رئيس الجمهورية الموجهة إلى مجلس النواب. عودة إليك رشا. مراسلة تلفزيون المستقبل شهير إدريس، شكرا لك. وفي بكركي شدد اجتماع ترأسه البطريرك مار بشارة بطرس الراعي بحضور أعضاء المؤسسات المارونية الثلاث: الرابطة المارونية والمؤسسة المارونية للانتشار والمجلس العام الماروني، بالإضافة إلى المجالس التنفيذية التابعة لها. شدد على حتمية إجراء الاستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري حفاظا على المكون المسيحي. وحذر المجتمعون من أن تعطيل انتخاب الرئيس يخالف الدستور نصا وروحا، وأكدوا على إبقاء اجتماعاتهم مفتوحة. يحذر المجتمعون السادة النواب إلى أي طائفة انتموا من أن تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية في موعده الدستوري يخالف الدستور نصا وروحا والميثاق الوطني ويهدد الكيان. كما يحذرون السادة النواب من أن عدم انتخاب الرئيس في الموعد الدستوري من شأنه أن يضرب رأس هرم السلطات ويؤدي حكما إلى شل عمل المؤسسات الدستورية. إن المجتمعين برعاية صاحب الغبطة والنيافة يؤكدون على بقاء اجتماعاتهم مفتوحة لتحديد المواقف والخطوات التي من شأنها تأمين انتخاب رئيس جديد للجمهورية عملا بروح الميثاق الوطني والنصوص الدستورية. وفي الصرح البطريركي أيضا استقبل البطريرك مار بشارة بطرس الراعي المرشح لرئاسة الجمهورية النائب أنري حلو الذي شدد على ضرورة إجراء الاستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري، وقال: أعلنت منذ لحظة ترشحي انفتاحي على الجميع لأن البلد يحتاج إلى مد الجسور وليس إلى وضع العراقيل. حيا رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان رئيس المجلس النيابي والمجلس على القيام بالدور الدستوري في مناقشة الرسالة التي وجهها إلى المجلس، وشدد على ضرورة أن يتابع النواب حضور الجلسات حتى انتخاب رئيس جديد. وكان سليمان عرض مع رئيس الحكومة تمام سلام الأوضاع والتطورات السياسية الراهنة قبيل اجتماع المجلس النيابي لمناقشة الرسالة الرئاسية إلى المجلس وعشية الجلسة النيابية لانتخاب رئيس للجمهورية.
ثم رئيس الجمهورية في حضور رئيس سلام ووزيري العدل أشرف ريفي والداخلية والبلديات نهاد المشنوق ورؤساء السلطات القضائية اجتماعا تم في خلاله التشديد على تفعيل العمل القضائي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من أجل ضبط الوضع ومتابعة ملاحقة المخالفين والمرتكبين. نفذ موظفو الإدارة العامة اعتصاما مركزيا احتجاجا على زيادة دوام العمل، وتزامن ذلك مع إقفال الإدارات العامة أبوابها في مختلف المناطق. تقرير سلمان العنداري. احتجاجا على إقرار زيادة دوام عمل الموظفين في القطاع العام من 32 ساعة إلى 35 ساعة أسبوعيا في الجلسة التشريعية الأسبوع الماضي والتي ناقشت سلسلة الرتب والرواتب، نفذ الموظفون إضرابا في الإدارات العامة التي أقفلت أبوابها في مختلف المناطق. وأمام وزارة الصناعة أقيم اعتصام مركزي حاشد على وقع التصعيد، انتهى بمسيرة احتجاجية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية فوزارة الصحة. لا لزيادة دوام ساعات العمل الخطير المدمر للإدارة والقطاع العام، لا لضرب حقوقنا في الساعات الإضافية وفي التعويضات، نعم لسلسلة كما قلت عادلة منصفة للموظفين الإداريين تؤمن لهم العدالة والمساواة مع باقي القطاعات الوظيفية. بدورها توقفت حركة الملاحة في مطار رفيق الحريري الدولي مدة 120 دقيقة منذ الساعة 10 وحتى 12 ظهرا بسبب توقف المراقبين الجويين عن العمل للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية، مما أخر موعد 12 رحلة جوية بحسب بيان صادر عن لجنة المراقبين الجويين اللبنانيين. هذا ويعتصم موظفو الإدارة العامة في 26 من هذا الشهر أمام مبنى الضريبة على القيمة المضافة، وفي 27 أمام وزارة التربية بالتزامن مع تحرك المعلمين والأساتذة مهددين بتصعيد خطواتهم. ناشدت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي بالوفاء بتعهداته لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين في لبنان، وحذرت من تفاقم مأساتهم بسبب عدم قدرتهم على الحصول على الرعاية الطبية الضرورية. يرزح لبنان تحت عبء ثقيل من الالتزامات، يقابله نقص في الموارد التي تخوله التصدي كما ينبغي لأزمة اللجوء السورية الآخذة بالاتساع. منظمة العفو الدولية اتهمت المجتمع الدولي بتجاهل احتياجات اللاجئين السوريين في لبنان، وحذرت من أن ثمة نقص خطير ومؤلم في العلاج بالمستشفيات والرعاية المتخصصة المتاحة للاجئين السوريين في لبنان بسبب التقاعس المعيب من طرف المجتمع الدولي عن تمويل كامل احتياجات برامج الأمم المتحدة للإغاثة في لبنان. وقالت المنظمة في تقرير إن اللاجئين السوريين في لبنان يضطرون في بعض الحالات إلى العودة إلى بلادهم للحصول على العلاج الذي يحتاجون إليه نتيجة هذا الوضع البائس، وجراء رفض المستشفيات في بعض الحالات إدخالهم بما في ذلك حالة الطوارئ. وأشارت المنظمة إلى أن نظام الرعاية الصحية في لبنان يتصف بارتفاع تكاليف العلاج فيه كونه تابع للقطاع الخاص في معظمه، الأمر الذي يدفع الكثير من اللاجئين السوريين للاعتماد على الرعاية الصحية بالأسعار المدعومة التي توفرها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وطالبت المنظمة الدولية بأن يفي المجتمع الدولي بتعهداته على صعيد النداء الإنساني العاجل لتلبية الاحتياجات الخاصة بالأزمة السورية، وأن يكثف من جهوده لتوفير الحد الأدنى من الإغاثة والحصول على العلاج الطبي. زار الفنان راغب علامي سجن رومي واطلع على أوضاع السجناء فيه، متمنيا على المسؤولين تحسين ظروفهم داخل السجون. من ضمن مهامه كسفير فوق العادة لحقوق الإنسان في المفوضية الدولية لحقوق الإنسان وفي أول مهمة له، اختار الفنان راغب علامي زيارة سجن رومي للاطلاع على أوضاع السجناء والاستماع إلى ما يواجهونه من مشاكل. الناس اللي عايشين الحرية خارج السجن عندهم مشاكل كتير، فما بالكم الناس اللي عايشين داخل السجن. أهم شغلي بلقائي مع السجناء شفت أنه يعني عندهم مشاكل كتير، منها الاكتظاظ، منها طبابي،
منها بطء المحاكمات، منها المشاكل اللي عم بتصير بين السجناء، يعني عدم فرز السجناء. طلبنا من مجلس الوزراء زيادة عديد الأطباء والمساعدين والممرضين، وطلبنا كمان أيضا من مجلس الوزراء تطويع 1500 عنصر، 500 رئيب و1000 دركة لمتخصصين للعمل داخل السجون. نحن إرادتنا أنه نحسن وضع السجناء ونحسن لهم كرامتهم الإنسانية للسجناء. هذا دورنا الأساسي ودور معالي وزير الداخلية والبلديات. وأكد علامي أن دوره يتركز على إيصال صوت الناس وضمان عيشهم بكرامة، واعدا بمساعدتهم ومتابعة أوضاعهم. وتتابعونا بعد الفاصل. كتائب الأسد تقصف كفر زيت بالغازات السامة. شهدت العاصمة الليبية طرابلس جولة جديدة من الاشتباكات أدت إلى مقتل وجرح عدد من الأشخاص، في حين وصلت قوة درع ليبيا الوسطى إلى مشارف طرابلس في محاولة لتأمين العاصمة تلبية لدعوة المؤتمر الوطني العام. تصاعدت حدة المواجهات في العاصمة الليبية طرابلس، حيث يقود اللواء المتقاعد خليفة حفتر عملية الكرامة لتطهير البلاد من المتطرفين. وشهد محيط ثكنة اليرموك حي صلاح الدين في طرابلس اشتباكات جديدة، وقد أفاد شهود أن انفجارات وإطلاق نيران سمع بالقرب من معسكر للجيش وسط تحليق للطيران. كذلك تعرضت منطقة الخلة والسدرة لقصف بالصواريخ أوقع قتلى وجرحى. وفي بنغازي قصفت القوات الموالية لحفتر معسكرا لجماعة أنصار الشريعة بمنطقة القوارشة. وتأتي هذه التطورات في ظل اتساع ملحوظ في حجم الجيش الوطني الليبي الذي يقوده حفتر، بحيث أعلنت رئاسة أركان الدفاع الجوي انضمامها الكامل إلى عملية الكرامة، وذلك بعد انضمام العديد من الأقسام في الجيش والشرطة إلى اللواء حفتر، فيما دعت غرفة ثوار ليبيا عناصرها إلى الانسحاب من الجيش بشكل مؤقت وعاجل. وفي وقت أكدت غرفة ثوار ليبيا أنها ليست طرفا في النزاع، وصلت قوة درع ليبيا الوسطى المقربة من الإسلاميين إلى مشارف طرابلس في محاولة لتأمين العاصمة تلبية لدعوة المؤتمر الوطني العام. وفيما دفعت المخاوف بالعديد من البلدان إلى إغلاق قنصلياتها وسفاراتها، أكدت الولايات المتحدة أنها تراقب الوضع عن كثب. وقد نأت واشنطن بنفسها عن تأييد اللواء حفتر، حيث قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جين بساكي إن بلادها لم تجري أي اتصالات مع حفتر مؤخرا، كما إنها لا تدعم أو تتغاضى عن أي أعمال ميدانية في ليبيا. إلى ذلك حددت المفوضية العليا للانتخابات يوم 25 من حزيران المقبل موعد الانتخابات البرلمانية. غير آبه بالتحذيرات الدولية، استخدم النظام السوري من جديد غاز الكلور في قصف بلدة كفر زيتا بريف حما، بالتزامن مع اشتباكات عنيفة دارت في أنحاء متفرقة من ريف حما الشمالي. في المقابل تدور اشتباكات ضارية في حلب ودمشق، حيث تمكن الثوار من تدمير دبابة لقوات الأسد على جبهة المتحلق الجنوبي. مرة جديدة تستخدم كتائب الأسد الكلور المحرم دوليا كسلاح فتاك في حماه. عشرات المدنيين والأطفال أصيبوا بنوبات ضيق التنفس في كفر زيتا بعدما قصفتها المروحيات ببراميل مادة الكلور. المروحيات وسعت نطاق غاراتها لتشمل ريف حماه الغربي بعدما حرر الثوار حاجز تل الطويل، وقصفت المدفعية الأسدية أحياء ريف حماه الشمالي. العمليات العسكرية في الوسط السوري استمرت، وتعرضت المنازل في الوعر والحولة والرستن في حمص وريفها إلى استهداف عشوائي. القصف العشوائي على الأحياء المحررة في دير الزور تجدد أيضا، وتواصلت المواجهات بين الثوار وبين مسلحي داعش وكتائب الأسد على محاور كرة الريف، واشتد القتال في محيط المطار العسكري. الله أكبر. الوحشية الأسدية تجددت على الريف الدمشقي، وتحديدا على الغوطة الشرقية والزبداني ودارية وعدرة، واستمرت المواجهات على جبهات المليحة. وعلى وقع توزيع المساعدات الأوروبية في مخيم اليرموك في العاصمة دمشق،
تعرضت أحياء القابون وجوبر والقدم والعسالي إلى قصف عشوائي، واستهدف الثوار دبابة أسدية على جبهة جوبر المتحلق الجنوبي. المدفعية الأسدية المرابطة في تل الجموع في درعا دكت مدينة نوى في محاولة جديدة لاقتحامها، وأغار الطيران الحربي على إنخل والنعيم وطفص وطريق السد. أما في الشمال فأفاد ناشطون بأن قوات النظام تمكنت من السيطرة على قرية حيلان الواقع على بعد 5 كيلومترات شمال مدينة حلب والقريبة من السجن المركزي، في حين قتل العشرات بقصف للجيش النظامي على قرى ريف حلب. وللمزيد ينضم إلينا عبر سكايب الناطق باسم مركز حمال إعلامي حكم أبو ريان. سيد حكم، ضعنا في صورة الوضع في حما والريف وما صحة استعمال النظام لغاز الكلور. نعم، بداية مساء الخير لكم السادة المشاهدين. نعم، من أبرز الأخبار الهامة في حما، بداية سأبدأ من نزوح عدد كبير جدا لأهالي قرية المعرزات بريف حما، وذلك بعد تهديد شبيحة النظام في القرى المحيطة لمعرزات، وبالطبع هذه القرى موالية للنظام، هددت باقتحام القرية وقاموا بحرق الأراضي الزراعية هناك واعتقال عدد من أهالي هذه القرية. أيضا قصفت قوات النظام اليوم بأكثر من 15 برميلا متفجرا على كل من كفر زيتا ومورك واللطامنة بريف حما الشمالي، وذلك بعدة غارات جوية استهدفت تلك القرى والبلدات. كذلك وقد قصفت طائرات النظام الحربية بالصواريخ العنقودية مدينة كفر زيتا بريف حما، ويأتي هذا بالطبع بعد قصفها منذ يومين وللمرة الخامسة على التوالي بغاز الكلور السام عبر برميل متفجر يحوي هذا الغاز على مدينة كفر زيتا والزوار بريف حما الشمالي، مما أدى إلى استشهاد 2 من المدنيين بينهم شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضا تسجيل أكثر من 100 حالة اختناق بينهم الكثير من الأطفال والبعض منهم لا زال إلى الآن في حالة حرجة. أما على الصعيد التطورات العسكرية اليوم، يعني شنت كتائب أولوية الجيش الحر هجوما عنيفا بدأ منذ البارحة على قاعدة تل عثمان العسكرية بريف حما الغربي، وأسفر الهجوم عن تدمير دبابة لقوات النظام وأيضا تدمير عربة BMP، كما استهدف الجيش الحر دبابتين للنظام قرب قاعدة تل عثمان ولاذ عناصر هاتين الدبابتين بالفرار. بالطبع تكمن قاعدة وأهمية قاعدة تل عثمان العسكرية كونها تطل على معظم قرى ريف حما وإدلب أيضا، ويستطيع النظام من خلالها قصف القرى كما يقطع الطريق الواصل بين قرى سهل الغاب وجبل شحشبو وقرى ريف حما الشمالي، والمعارك مستمرة يعني حتى هذه اللحظة حول هذه القاعدة العسكرية في محاولة من الجيش الحر لفرض السيطرة عليها. أيضا وفي سياق متصل تم تحرير تل الطويل جنوب قرية أجلمة بريف حما بريف حما الغربي وقتل عدد من شبيحة النظام بالإضافة لاغتنام آلية عسكرية من هذا الموقع. أيضا حشدت قوات النظام رتلا عسكريا ضخما مكونا من 5 دبابات وعدد كبير من شبيحة الدفاع الوطني جمعتهم من القرى الموالية ومن عناصر النظام في قرية لحايا، وجهت هذا الرتل بالطبع إلى مدينة مورك بريف حما في محاولة جديدة للنظام لاقتحام هذه القرية. هذا بالتزامن مع قصف مدفعي بالدبابات والمدفعية أيضا على مورك، وقد وردنا عن نعم الناطق باسم مركز حمال إعلامي حكم أبو ريان، شكرا لك. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تعذر الوصول إلى حل للأزمة السورية من العوامل التي تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، فيما أشار نظيره الإيراني إلى أن إعادة الهدوء إلى سوريا يكون من خلال توفير الظروف للحوار الوطني. حالة الجمود التي يعاني منها ملف سوريا نتيجة الفيتو الروسي في مجلس الأمن شكلت دافعا للرئيس فلاديمير بوتين للتأكيد على أن الأزمة السورية وتعذر الوصول إلى حل من العوامل التي تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة. بوتين خلال مشاركته في الجلسة العامة لقمة مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا بشنغهاي أكد أنه لا يمكن التصدي لكل هذه التحديات إلا ببذل جهود جماعية موجهة، لافتا إلى ضرورة إنشاء هيكلية أمن جديدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تضمن الطابع المتكافئ للتعامل بين الدول وتحول دون ظهور أحلاف مغلقة.
تزامنا أعلن مساعد وزير الخارجية الروسي جينادي كاتيلوف أن روسيا ستستخدم حق الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يطالب بمثول النظام السوري أمام المحكمة الجنائية الدولية. بدوره أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن إعادة الهدوء إلى سوريا يكون من خلال توفير الظروف للحوار الوطني بين الحكومة والمجموعات المؤثرة في هذا البلد، وهذا يستلزم إعادة الأمن. أما العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني فأكد خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في واشنطن على ضرورة إيجاد حل سياسي شامل للأزمة السورية، محذرا من تداعيات استمرار الأزمة وطول أمدها على المنطقة. وفيما يتعلق بمخزون سوريا من الأسلحة الكيميائية، أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي أن دمشق بدأت في التخلص من المخزون المتبقي بعد تأخير استمر عدة أشهر، ألقت باللوم فيه على بواعث قلق أمنية وفق قوله. تعلن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر اليوم نتيجة تصويت المصريين في الخارج بانتخابات الرئاسة التي يتنافس فيها وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي والسياسي حمدين صباحي. وذكرت اللجنة أن اللجنة العامة للمصريين في الخارج ستقوم بتجميع أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في اللجان الفرعية على مستوى العالم، وإعلان الحصر العددي وبيان الأصوات التي حصل عليها كل مرشح. يذكر أن انتخابات الرئاسية المصرية ستجري في الداخل يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، ويحق لنحو 54 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم. قضت محكمة الجنايات المصرية بالسجن المشدد للرئيس المصري السابق حسني مبارك 3 سنوات، كما حكمت بحبس نجليه 4 سنوات، وألزمتهم إعادة أكثر من 21 مليون جنيه إلى الخزينة المصرية، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بقصور الرئاسة، والمتهمين فيها بتسهيل الاستيلاء على مبلغ 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية والمخصصة للقصور الرئاسية والتزوير في أوراق رسمية، كما نسب إليهم الإضرار العمد بالمال العام. توغلت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم مسافة محدودة شرق خان يونس في جنوب قطاع غزة، وأوضح سكان محليون أن 4 جرافات عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي توغلت من شرق بلدة القرارة إلى الشرق من خان يونس وشرعت في أعمال تجريف وتسوية على امتداد السياج الأمني. وذكروا أن ناشطين فلسطينيين استهدفوا القوات المتوغلة ب4 قذائف هون سمع دويها في المكان، فيما ردت تلك القوات بإطلاق نار عشوائي باتجاه الحقول الزراعية. بثت منظمة حقوقية مقتطفا لصور فيديو تظهر مقتل شابين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في بلدة بيتونيا بالضفة الغربية في خلال إحياء يوم النكبة الأسبوع الماضي. وقالت المنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال أن الصور تثبت أن محمد أبو ظهر ونديم نوارة لم يشكلا أي خطر وقتلا بطريقة غير قانونية. من جهته زعم وزير الدفاع الإسرائيلي أن أفراد حرس الحدود عملوا من منطلق الدفاع عن حياتهم بعد أن تعرضوا لوابل من الزجاجات الحارقة والحجارة. في المقابل دعت الولايات المتحدة والأمم المتحدة إسرائيل إلى إجراء تحقيق سريع وشفاف في ظروف مقتل الشابين اللذين لم يكونا مسلحين ولم يشكلا أي تهديد لقوات الاحتلال حسب المعلومات الأولية المتوفرة. قالت مصادر في حركة فتح أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة حكومة التوافق الوطني مع حركة حماس، والتي من المقرر أن تؤدي اليمين الدستورية قبل نهاية الشهر الحالي. وتابعت المصادر أن عباس يجري مشاورات الآن بعد أن تلقى قائمة بالأسماء المقترحة من قبل حركتي فتح وحماس لشغل مناصب الوزراء في حكومة التوافق، ويتوقع أن تضم الحكومة الجديدة 15 وزيرا من التكنوقراط، بحيث لا ينتمي أي منهم لأحد الفصائل الفلسطينية. قتل أكثر من 60 مسلحا بينهم عدد من القادة الكبار بغارات جوية في المناطق القبلية شمال غرب باكستان قرب الحدود الأفغانية.
وأوضح مسؤول أمني كبير أن ضربات جوية دقيقة استهدفت صباحا معاقل المسلحين في وزيرستان الشمالية، مؤكدا أن المستهدفين على علاقة بأعمال عنف وقعت مؤخرا في باكستان. وفي النشرة بعد الفاصل، حديقة الصنائع في متناول الزوار مطلع الشهر المقبل بعد الانتهاء من ترميمها. أهلا بكم من جديد إلى نشرة من الميدان وقد تابعتم فيها. بري يعلن في ختام جلسة مناقشة رسالة سليمان أن جلسة الانتخاب غدا ستكون مفتوحة حتى انتهاء ولاية الرئيس. اجتماع للمؤسسات المارونية في كركي يرى في عدم انتخاب الرئيس تهديدا للكيان. استمرار الاشتباكات في ليبيا ومزيد من التأييد لعملية الكرامة بقيادة اللواء خليفة حفتر. أكد شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن أن كل تصد يقوم به أبناء طائفة الموحدين الدروز في فلسطين المحتلة بوجه مظالم العدو الإسرائيلي هو أمر مشرف، وعبر حسن عن شجبه لكل أشكال القمع الحسي منها والمعنوي الذي تأدب سلطات الاحتلال على القيام بها تجاه أبناء الطائفة، مؤكدا الوقوف إلى جانب المناضلين المتمسكين بهويتهم العربية. تم الانتهاء من أعمال ترميم حديقة الصنائع وتجديدها، وستفتح أبوابها أمام الرواد في الأول من حزيران المقبل. بعد ترميمها وتجديدها فتحت أبواب حديقة الرئيس الشهيد رينيه معوض في الصنائع أمام الإعلاميين لنقل الصورة الجمالية التي أصبحت عليها، وذلك بعد انتهاء شركة أزاديا بالتعاون مع بلدية بيروت من عملية التجميل والتحديث. مساحة الحديقة 22 ألف كيلومتر مربع، تشكل المساحات الخضراء نصفها، كما تم تجهيزها بشكل يتناسب مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وخصصت مساحات محددة لإقامة المعارض الفنية، بالإضافة إلى بناء حائط أطلق عليه اسم حائط المشاهير الذي سيقام أمامه تكريم المشاهير من قبل البلدية أو غيرها. هذه الحديقة هي حديقتكم، هي حديقة العالم، حديقة سكان بيروت. إذا متذكر سوا كنا اجتمعنا بتشرين الثاني 2013 وناقشنا مشاريع أزاديا فاونديشن، إن كان زرع، إن كان الجرين بوث، يعني الستاند اللي انعمل بالمولات بلبنان لنساهم بالتوعية البيئية للأطفال وللأجيال اللي جاية، وإن كان كمان كل شيء اسمه مشاريع جديدة عم نعملها من ضمنها حديقة الصنايع، وإن شاء الله من بعدها مشاريع تانية بهالكبر إذا مش أحسن. يشار إلى أن الحديقة ستفتتح رسميا في 31 من أيار الحالي، على أن يتسنى للرواد زيارتها بدءا من الأول من حزيران. وقد كلف المشروع مليوني دولار ونصف، ويتطلب سنويا صيانة بقيمة 180 ألف دولار. أعلن وزير الزراعة أكرم شهيب أن الوزارة قدمت بدعوى ضد مجموعة من الأشخاص تقوم بقطع أعداد كبيرة من الأشجار البرية في المقلب الشرقي الذي يشكل المدى لمحمية أرز الشوف. وأكد شهيب أن هذه المجموعة تقوم بعملها من دون أي ترخيص وبشكل مخالف للقانون. كميات القطع كبيرة والمسألة منظمة قطعاً نقلا وتسويقا، وبين هلالين اعتقد ان هناك حماية له، كأننا كائنا من يكون القاطع او الحامي، والاسماء معروف معنا واعطيتها للمعلومات وديناها على القضاء. الوزارة ستستمر بالملاحقة، احلنا كامل الملف الى النيابة العامة التمييزية مرفقا بتقارير والصور والادعاء على كامل من يظهره التحقيق فاعلا محرضا شريكا او متدخلا او مهددا، لانه سحب سلاح على فريق الوزاره الذي ذهب لاستطلاع الوضع ولضبط المقطوع.
قضائيا طلب قاضي التحقيق العسكري فادي صوان عقوبة الإعدام للفلسطيني الفار من وجه العدالة بلال ميم في قرار اتهامي أصدره بعدما اتهمه بجرم الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح والتفجير والقتل في مخيم الميومي. وأصدر صوان مذكرة إلقاء قبض في حقه وأحاله أمام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة. على خط آخر، عقد قاضي التحقيق في بيروت شوقي الحجار جلسة في الدعوى المقامة من المحامي طارق شندب ضد صحيفة الأخبار ومديرها المسؤول إبراهيم الأمين بجرم القطح والذم والافتراء، ولم يحضر المدعى عليهم، فتقرر إرجاء الجلسة إلى 23 الأول المقبل وإبلاغ الأخبار والأمين موعد الجلسة لاصقا. بعد الفاصل في الاقتصاد. السعودية نمو جيد يقوده الإنفاق الحكومي ونشاط القطاع الخاص. والآن إلى الصفحة الاقتصادية مع باسل الخطيب. مساء الخير باسل. أهلا رشا. تفضل. شكرا. أهلا بكم. استضافت غرفة بيروت وجبل لبنان مؤتمرا للإعلان عن معرض بروجكت لبنان، والتفاصيل في هذا التقرير. وسط حضور دبلوماسي واقتصادي رفيع، شهد مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان الإعلان عن الدورة 19 من المعرض التجاري الدولي لمواد ومعدات وتقنية البناء في لبنان والشرق الأوسط بروجكت لبنان 2013، الذي تنظمه الشركة الدولية للمعارض IFP بين 3 و6 حزيران المقبل بمشاركة أكثر من 400 شركة. رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شئير قال إن الشركات اللبنانية اكتسبت سمعة عالمية وقدرة راسخة على تنفيذ المشاريع الكبرى وبجودة عالية، ما سمح لها في توسيع نشاطاتها إلى دول المنطقة. أما رئيس IFP ألبير عون فأكد أنه رغم الظروف المحيطة لا يزال الاقتصاد اللبناني يظهر مؤشرات إيجابية تؤكد قدرته على الصمود، مشيرا إلى أن بروجكت لبنان يستعد للمساهمة في جهود إعادة إعمار سوريا من خلال إطلاق منتدى رجال الأعمال السوريين بين 4 و6 حزيران. هذا ويقام معرض بروجكت لبنان بالتزامن مع المعرض التجاري الدولي الرابع لتوليد وتوزيع الطاقة والكهرباء والتهوئة والتكييف والطاقة البديلة والمياه والتقنيات البيئية إنرجي لبنان 2014. في بورصة بيروت تراجع سوليدار A 1.20 إلى $13.30، وتحسن سوليدار B أقل من نصف نقطة إلى $13.39. سهم بنك عودة تراجع أقل من نصف نقطة إلى $6.10، وتراجع بيبلوس 1.25% في حين استقرت باقي الأسهم. رأت بعثة صندوق النقد الدولي أن إلى السعودية أن الأفاق الاقتصادية في المملكة لا تزال مواتية، وتوقعت تحقيق معدل نمو أعلى من 4% في العام 2014 والعام 2015 يقوده الإنفاق الحكومي ونشاط قوي في القطاع الخاص، في حين تتسم المخاطر التي تكتنف أفاق النمو بالتوازن، حيث من المرجح أن يظل التضخم مكبوحا. وقالت البعثة إن صندوق النقد يرى أن المملكة تواصل الاطلاع بدور نظامي في تحقيق استقرار سوق النفط العالمية، وتتولى الحكومة في الوقت الحاضر تنفيذ برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي والاستثمار من أجل مواصلة تطوير وتنويع النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحقق تقدما كبيرا في هذا الصدد. في أخبار عالم التكنولوجيا، تصدرت شركة أبل قائمة الشركات من حيث الدعاوى القضائية التي واجهتها والمتعلقة بانتهاك براءات اختراع مسجلة في أمريكا خلال العام 2013. وبحسب دراسة أجرتها شركة لكس ماشينا المختصة بالتحليلات القانونية، فإن أبل واجهت خلال العام الماضي 59 دعوى قضائية من شركات تتهمها بانتهاك براءات اختراع مملوكة لها. وأشارت الدراسة إلى أن الشركات العاملة في مجال التقنية والاتصالات هي أكثر الشركات التي واجهت دعاوى قضائية بانتهاك براءات اختراع في العام 2013، وتصدرت المراكز العشرة الأولى في القائمة التي أعدتها أبل. وواجهت أبل عدد الدعاوى الأكثر، وتليها أمازون ثم AT&T فجوجل وديل وHP وHTC وسامسونج ومايكروسوفت وLG وعاشرا HP. وفي عالم السيارات، استدعت شركة جنرال موتورز 2,400,000 سيارة بسبب مشكلة في حزام الأمان قد تدفعه للانفصال عن المقعد الأمامي في حال وقوع حادث. وقالت الشركة أن السيارات التي تم استدعاؤها
تم تصنيعها بين عامي 2009 و2014، مشيرة إلى أنها طلبت من وكلائها عدم بيع المزيد من السيارات لحين إصلاح هذا الخلل. هذا كل شيء في الاقتصاد، إلى اللقاء. بعد الفاصل في الرياضة، حارس مرمى يتسبب بوفاة لاعب اندونيسي. والآن إلى الصفحة الرياضية مع صبحي قبلاوي. مساء الخير صبحي. مساء الخير رشا. تفضل. ثانك يو. مرحبا. نبلش أخبار الرياضة من أخبار الدولية، وبلش المونديال ياخذ كل الأضواء قبل أقل من شهر على انطلاقته بالبرازيل. فأشرف مدرب هولندا لويس فان غال على تمرين المنتخب بمدينة لاغوس بالبرتغال بعد يوم على تعيينه مدرب لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي. فان غال يلي عمره 62 سنة رح يتولى منصبه الجديد مباشرة بعد انتهاء مباريات كأس العالم بالبرازيل، ورح يشرف على مانشستر يونايتد لمدة 3 سنوات، ورح يكون أول مدرب أجنبي بدرب الفريق الإنجليزي بتاريخه الطويل. يذكر أنه فان غال تولى منصب مدرب منتخب هولندا سنة 2012، ورح تلعب هولندا بالمجموعة الثانية مع إسبانيا وأستراليا وتشيلي، ورح تلعب أول مباراة لها ب 13 حزيران ضد إسبانيا بطلة العالم. كمان بأجواء المونديال رح تكون مشاركة منتخب كوريا الجنوبية ببطولة كأس العالم القادمة هي الثامنة لها على التوالي والتاسعة بتاريخها. والحقيقة بتقول أنه هالمنتخب أضعف من المنتخبات السابقة، حيث أنه المنتخب الأسترالي وحده من المنتخبات 32 بالبطولة أقل بالترتيب بالتصنيف العالمي من المنتخب الكوري الجنوبي. وكان المنتخب الكوري فشل بالتأهل إلى الدور الثاني من البطولة الماضية، في حين أفضل موسم له كان بالعام 2002 وتخطف أنظار كل العالم وتأهل للدور النصف نهائي على أرضه وقدام جمهوره. وكمان وصل المنتخب للدور الثاني بموسم 2010 بجنوب أفريقيا وخرج على إيد المنتخب الأوروغواي. كمان بالمنتخبات الآسيوية عم يستعد منتخب اليابان أول المتأهلين لكأس العالم 2014، وكان هالشي بعد ما فاز المنتخب الياباني ب 17 نقطة وهو أكبر مجموع نقاط، وسجل 16 هدف بتصفيات آسيا. وكان المنتخب شارك بكأس العالم أول مرة عام 1998 بفرنسا، ووصل وقتها للدور الثاني من البطولة، وكان كمان وصل للدور الثاني عام 2002 وتستضاف الكاس بمشاركة كوريا الجنوبية. رح يلعب المنتخب الياباني بالمجموعة الثالثة مع البرازيل المستضيفة وساحل العاج وكولومبيا واليونان. ورغم انه المجموعة منا سهلة، لكن المنتخب الياباني بيتأمل انه يوصل للدور الثاني. بالان بي اي عاد الميامي هيت سلسلة نهائي المجموعة الشرقية اللي بتجمع مع انديانا بيسرز على ملعب بانكرز لايف فيلد هاوس بانديانا بعد ما نجح بالفوز بالمباراة الثانية بفارق 4 نقاط، وتقدم اصحاب الارض بالكوارتر الاول بفارق نقطة وليتأخروا ب4 نقاط مع انتهاء الكوارتر الثاني. وبالكوارتر الثالث قدر انديانا من اعادة الفارق لنقطة لمصلحته ليعود من بعدها ميامي ويتقدم بفارق 4 نقاط قبل نهاية المباراة وبنتيجة 87-83. وسجل النجم دوين ويد 23 نقطة لميامي، بينما سجل لانس ستيفنسون 25 نقطة لانديانا. وبختام الأخبار الرياضية، توفي لاعب النادي الأندونيسي أكلر فيروز بعد تعرضه لاعتراض قاسي من حارس مرمى أوغست رحمان فيروز اللي تعرض لجروح داخلية بعد الضربة اللي تعرض لها على مستوى الخاصرة من حارس المرمى، ونقل من بعدها للمستشفى لتتحول حالته بشكل سريع إلى الأسوأ، ما أدى إلى وفاته بعد أيام. هون عم نتابع بعض اللقطات كيف صار هالاحتكاك القاسي جدا وادى لوفاه اللاعب. Akli baru musim ini membela Persiraja. Pertandingan Sabtu awal Mei itu menghentikan langkahnya. Pemain muda itu pergi untuk selama-lamanya. Selamat jalan Akli. أول مرة بتصير بكرة القدم بلبنان صارت ب 98 وقت توفي حارس مرمى تضامن صور دخل الله بمباراة ودية مع فريق سوريا. لهون نوصل لختام الرياضة، شكرا لكم وإلى اللقاء. وفي الختام يبقى التذكير بالعناوين.
بري يعلن في ختام جلسة مناقشة رسالة سليمان أن جلسة الانتخاب غدا ستكون مفتوحة حتى انتهاء ولاية الرئيس. تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية في موعده الدستوري يخالف الدستور نصا وروحا. اجتماع للمؤسسات المارونية في بكركي يرى في عدم انتخاب الرئيس تهديدا للكيان. استمرار الاشتباكات في ليبيا ومزيد من التأييد لعملية الكرامة بقيادة اللواء خليفة حفتر. وفي الاقتصاد، غرفة التجارة تستضيف مؤتمرا للإعلان عن معرض بروجكت لبنان في 3 حزيران. وفي الرياضة، بدء الاستعدادات الجدية لكأس العالم، هولندا تتحضر في البرتغال واليابان وكوريا في مهمة صعبة. نهاية النشرة، إلى اللقاء.